مشاهدينا الكرام، نجدد لكم تحية مرة أخرى. ما زلنا في هذه المتابعة الخاصة على إكسترا نيوز هنا داخل معبر رفح، حيث وصلت الحالة الثانية والثالثة من الجرحى والمصابين إلى معبر رفح، وسيتم نقلهم مباشرة عقب وصولهم من معبر رفح الفلسطيني إلى المستشفيات المصرية المترامية على طول الطريق من هنا من رفح حتى الوصول إلى العريش. والحديث هنا يطول عن الاستعدادات الطبية الاستثنائية التي عملت عليها كل مؤسسات الدولة المصرية استعدادا لهذه اللحظة التي وصلت إليها هذه الحالات وهؤلاء المصابين. نتعرف بقى بيك يا حبيب قلبي. بلال معاذ حسن. ايه بقى، احكي لي ايه اللي حصل. كنا في الدار، رحنا عند دار عمي في الدار، كنا بنلعب وانكسرنا بعرفش كيف. فاكر حصل من امتى؟ طيب قول لي، حد من اسرتك جرى له اي حاجه؟ بيتكم جرى له حاجه؟ قول. اخواتي الاثنين استشهدوا. نحسبهم شهداء عند الله ان شاء الله. عمرهم قد ايه؟ واحد عمره 13 سنه والتاني عمره 8 سنين. طب انت عارف ان انت وصلت مصر وكل الصح ان شاء الله، وكل الاجراءات اللي انت محتاجها هتحصل معاك ان شاء الله. ان شاء الله. نتعرف بحضرتك. عودة محمد مصطفى الجباني. قول يا عودة، اوصف لي الحاله اللي عندك. ايه اللي حصل اولا معاك وقت الاصابه؟ انا طالع من البيت اجيب اكل لاولادي، طالع على شغلي، فانا ماشي الشارع ما احسش الا في صواريخ تنزل. كم فين عود؟ انا في مخيم البريج، في نص وسط قطاع غزة، فما حسيتش الا في الصاروخ، والحمد لله انحرقت وعندي كسور في ايدي وحرق في جسمي وعندي دم بس ما عش فيها، في عندي شظية في راس. الحمد لله هذا من فضل الله. احنا بنناشد كل الامة العربية بس لو هدنة انسانية، بس الناس تحس بس فاهلها تدور عليها. والله احنا في اننا سحد الانقاذ مهما نشوفهم، ولا في روائح كريهة عنا، في عنا يعني اشياء لا تصورها العقل. احنا صواريخ تنزل علينا في الاطنان، احنا شعب اعزل، احنا ما لنا ذنب في اي حاجة صار. احنا مدنيين، كل اللي بنضرب مدني، ما في عسكري نضرب. احنا ما بدنا الحروب، احنا شعب بنحب الحياة، بنحب العيش، بنحب كل اشي. طب حد من اسرتك او اولادك حصل له حاجه؟ لا الحمد لله، انا طالع بعيد عن البيت، بيت جيران بعيد عنه، انا طالع على الدكان، ما افتكرت حالي الا انا في المستشفى. طب الطرق عامله ايه وانت جاي؟ يعني وصف لي غزه كده. انا اير هناز اسفلتها طالع من الارض، مي، كل شيء مكسر، ما فيش شيء ساغ. يعني غزه مدمره بشكل رهيب جدا، ما حد بتصوره. لو كل الأمة تيجي تشوف غزة والله لا تبكي دم. عنا عيال المسحت، أطفال تقطعت، ما حد دور عليها. إحنا شعب بدنا نعيش، إحنا ما بدنا حد. شعب في غزة مبهدل، أكل ما فيه، ماي ما فيه، كل إشي ما فيه. والله في المستشفيات الماي منشرب من الحنفيات الوسخة، والله خبز معفن ونأكل، أقسم بالله اليوم أكلت خبز معفن. توصل الحمد لله. توصل ان شاء الله. الله يكتب لنا الاجر والعافيه الحمد لله. يعني هي الكلام يعني لا يكفي لوصف هذه المأساة الانسانيه. هاتان حالتان وصفت لنا ما حدث على مدار اكثر من 3 اسابيع، لكن ما زلنا في هذه التغطيه الخاصه بعدما فتح اليوم هذا المعبر، معبر رفح المصري، لنقل هؤلاء المصابين والجرحى، وسيتم تقديم كل اللازم لهم من خدمات اسعافيه وطبيه. عوض الغنام، اكسترا نيوز من معبر رفح.